لكم الميك اب اللي توه حطيت لكم اياه بشكل سريع. قاعد اركز الشادو هني واوصله لي نص عيني، اوكي؟ اكثر مكان قاعد اركزه هني، ونفس الشادو حطيته تحت عيني. ترى بشرح لكم شرح سريع، اوكي؟ لاحظتوا وين ركزت هني؟ وصلته لنص عيني، ما طلعته برا عيني. بعدين راح اجيب فرشه فلات فيها كونسيلر، واقص الجفن او اسوي خطه كات كريس هذه بهالطريقة، ونلون الجفن ونثبته بلون بيج أو ممكن بودرة اللي يكون. تمام، بعدين أخذ أي لون بيج عندي، البودرة شادو فاتح اللي يكون، بس أثبت اللي أنا سويته، اوكي؟ احاول اني اطلع بشكل نظيف. طبعا انا هذا اللي استخدمته بنات كونسيلر. اسرع ميك اب قاعد اسوي لكم اياه. بعدين فرشه انجل براش هني، اسحب بلون بني كذي سحبه اي لاينر، وشويه اموها. هذه نفس الفرشه اللي انا اصلا وزعت فيها الشادو هني، شويه بموها لان الصوره اللي كنت حطت لكم اياها هني موها ومركبه رموش، وحاطه خطه اي لاينر بسيطه جدا، وحاطه هني كريستالات. عندي كريستالات صراحه، اوريكم هالشغله. هذه فرشتي بمجموعتي، اموت عليها دائما، اعتمد عليها حق سحبه العين. اخذ اي بودره فاتحه بس اطلع فيها سحبه العين كذي انظف فيها. بعدين طبعا تاخذين لون فاتح، اذا تبين تبرزين هذا المكان يكون وايد واضح تاخذين شادو فاتح. طبعا انا الباليت اللي قاعد استخدمه كله باليت واحد، الحين اوريكم اياه اللي هو الباليت اللي انا ما قاعد استخدم غيره من شوغر ديلي. شوفوا حددت هني، هي حاطه هني كريستالات، انا ما عندي كريستالات، فممكن تحطين كذي جلتر. انا قاعد استخدم الحين حبات جلتر، مو حبات جلتر، اي لاينر جلتر. يعني انا شخصيتي بصراحه مستحيل اطلع بكريستالات، مستحيل. بس وماسكارا، هي مركبه رموش، انا ما راح اركب رموش. اوكي، كحلت منابت الرموش بكحل اسود قبل احط الماسكارا، لاني انا ماني ناويه اركب رموش. اسرع ميك اب سويت لكم اياه يمكن خذ مني 6 دقائق. تخيلوا هذا الجلتر كريستالات، لان ما عندي صراحه. وبعد انا اليوم عيني تعبانه، مو نايمه عدل ابدا، فاحس عيني مرهقه وودي انام. هذا هو المكياج اللي اتوقع اغلب البنات يبي يعرفون يسوون. هذا الكات كريس تكون كذي واضحه، وايد سهله بنات. اهم شيء تكون عندك الادوات الصح، الفرش الصح، بس تسوينها. شوفوا ما احتجت الا لون انتقالي واحد، فرشه فلات وايد مهم عشان اسوي الكات كريس، وبس. موريتكم الخطوات، خل اوريكم الباليت اللي استخدمته. واضح ما كنت ناويه اسوي توتوريال، لان حتى حاجبي مو راسمته عدل، يعني بس كنت بوريكم مساعد المنتج. بس وايد بنات يحبون هذا الستايل الميك اب، بسوي لكم اياه باسلوب ثاني ان شاء الله هالايام، وانزله بالانستغرام عشان يكون درس ثابت. اي وقت ترجعوا للعدسه اللي لابستها فريش لوك اليوميه، بس لابسه اللي تكبر العين، اسمها مستيكي جراي. هني باضاءه ثانيه، اسرع ميك اب توتوريال سويته. ما استخدمت الا 4 فرش، ما استخدمت غيرهم. هذه فرشة التنظيف اللي اسحب فيها العين واسوي فيها كل شيء، اموت عليها، هذه يمكن من اهم الفرش اللي عندي. وهذه فرشة الدمج الميديوم، ما خذيت فرشة كبيرة لان انا ما ابي انثر الشادو على كل عيني، انا قاعدة اركز بمكان، فافضل شيء تاخذين الفرشة الميديوم. وهذه الفرشة الفلات اللي حددت فيها الكات كريس، وفرشة الحواجب هي اللي سويت فيها سحبة الايلاينر. وطبعا الباليت اللي استخدمتها ديلي، هذا خيال
خذيت هاللونين هذا وهذا بس، اللون البيج هذا اللي استخدمته فوق الكونسيلر.